بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. هذا حاج رمزي، إذا حدا ينادي واقف برا خليه يجي يصلح لنا السماعة رجاء. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. عطروا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد. للكلمة ثقل كبير، وللمسؤولية وللكلمة مسؤولية عظمى، فما يصدر من الإنسان من أقوال يلعب دورا كبيرا ليس في حياته فقط، بل في حياة الآخرين أيضا. رب كلمة أشعلت حربا، رب كلمة أعلنت ثورة، رب كلمة تسببت بفتنة، ورب كلمة تسببت بهداية شعب كامل. فالكلمة والكلام يلعبان دورا كبيرا جدا في حياة الإنسان، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستهين بكلماته، بل عليه أن يحرص على انتقاء كلماته، لأن كلماته لها أثر في الدنيا من خلال ما تثير من أحداث وما تؤثر فيه من قضايا، وأيضا تلعب دورا في حياة الإنسان في الآخرة. يقول القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل كلمة تصدر من الإنسان صغيرة كانت أم كبيرة، فعلى الإنسان أن يدفع ثمنها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا بد أن يتحمل تبعات الكلمة التي صدرت منه، لأن هناك ملكان يراقبان الإنسان في كل ما يصدر منه من كلمات، فيسجلانها عليه الرقيب والعتيد كما ذكر القرآن الكريم. ومن هذا المنطلق يرى الإسلام أن للمسؤولية، أن للكلمة مسؤولية، وبالتالي هناك بروتوكول للكلمة، للكلام، قدمه القرآن الكريم. وبعبارة أخرى، هناك منهج قرآني يعلمنا كيف نتصرف في الكلمة، وما هي القواعد الأساسية لإطلاق الكلمة. هناك 12 قاعدة قرآنية ترتبط بالكلمة والكلام، أرجو أن نركز عليها أيها الإخوة. أول قاعدة قرآنية ترتبط
بالكلام والكلمة أن تكون متيقنا، فلا يصدر منك كلام أنت لست متيقنا منه. يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول علي بن أبي طالب عليه السلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني إذا أراد الإنسان أن يسجل كاذبا عند الله يكفيه أصلا ينقل كل اللي يسمعه، لأن كثيرا مما نسمعه بآذاننا لا حقيقة له، لا حقيقة له. والمثل يقول: بين الحق والباطل، أو في الأحرى الحديث: بين الحق والباطل أربع أصابع، فالحق ما تراه بعينك، والباطل ما تسمعه بأذنك. كثير مما نسمعه مما يتداوله الناس غير صحيح، فإذا رويته أنا ونقلته أنا تحملت مسؤوليته أمام الله عز وجل. ولذلك العرب ماذا يقولون في أمثالهم؟ يقولون: من بلغك السب فقد سبك. يعني أنا لما أنقل السب: شخص فلان شتمك، والعياذ بالله، أنا أجي أنقل لك هذا الكلام كأني أنا الذي شتمتك، لأني أنا ناقل الكلام. أنا لما أنقل الكلام عم أعطيه اعتبار، لأن أنت راح يسألوك مين قال هذا الكلام، تقول فلان، تنسب اسمه. فأنت لما تتناقل كلمة ما وأنت لست متأكد عم تحطها على ذمتك، عم تتحمل مسؤولية كبيرة أمام الله. إذا مو متأكد ما تنقل، ما تنقل، أو على الأقل قل: أنا مو متأكد، سمعت هذا الخبر بس مو متأكد. في ناس بس يسمع له خبرية رأسا ينقلها، لا، ولما ينقلها ينقلها بصورة الوحي المنزل، كأنه هذا الكلام لا نقاش فيه. بعد شوي تتحقق تطلع الخبرية مو صحيحة. إذن حينما أروي كلاما أو أنقل كلمة علي أن أتثبت منها بسبب التبعات التي تترتب على كلامي إن لم يكن كلاما دقيقا. أنا أروي كلام وما يطلع دقيق، وبعدين أنت تتحمل مسؤولية أمام الله. القرآن الكريم يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لما ينقل لي واحد فاسق، لما واحد مو موثوق في كلامه، واحد كذاب أو مشكوك في كلامه ينقل لي كلام، لا يجوز أن أتعجل فأنقل ما يقول، لأنني سأتحمل مسؤولية هذا الكلام أمام الله عز وجل وأمام المجتمع. إذن القاعدة الأولى للكلام أعزائي: نحن كمسلمين علينا أن نتثبت من أقوالنا، أن نكون على يقين. فإن لم تكن على يقين اسكت، اسكت، ما تتكلم. رحم الله امرئا قال خيرا فغنم أو سكت فسلم. ليش أورط نفسي أنقل كلام غير متأكد منه، أتحمل مسؤولية، أنسب إلى شخص شيء ما أنا لست متأكد منه؟ هذه النقطة الأولى، القاعدة القرآنية الأولى، البروتوكول الأول فيما يختص بقواعد الكلام، هذه الأولى. الثانية: إذا أردت أن تتحدث مع الناس فكن لينا في كلامك، ولا تكن عنيفا فتثير غريزة الغضب عند الآخرين فيصدك ذلك عن قبولهم لكلامك. لذلك القرآن الكريم يضرب لنا مثلا حينما أرسل موسى عليه السلام إلى أكبر طاغية في عصره. بعد أكو أطغى من فرعون؟ فرعون اللي قال أنا ربكم الأعلى، ادعى الربوبية،
ادعى أنه هو الله، ادعى أنه هو خالق الكون، هو خالق الناس، ما علمتم من إله غيري. فهذا الرجل الطاغي المتغطرس حينما أرسل الله عز وجل إليه موسى وأخاه هارون ماذا أمره؟ قال الله عز وجل اذهب، مخاطبا موسى عليه السلام، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. استعمل الكلام اللين، لأنك إن لم تستعمل الكلام اللين واستعملت الكلام الخشن الفظ فذلك أبعد للقبول عند الناس. إذا أردت من الناس أن يتقبلوا كلامك فكن لينا معهم، وإلا إذا قلت كلمة حتى لو كانت كلمة حق، لكن إذا قلتها بأسلوب استفزازي، بأسلوب عنيف، احتمال ضعيف جدا أن يتأثر الآخرون بكلماتك ويقبلوها. إذن النصيحة الثانية، القاعدة الثانية من قواعد الكلام، أن لا تقول إلا الكلام اللين. لذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لينا في كلامه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إذن هذه القاعدة الثانية التي يجب أن نلتفت إليها. القاعدة الثالثة من قواعد الكلام، إذا أردت من الناس أن يطيعوك أو أن يسمعوا كلامك فكن أنت مطبقا لكلامك قبل أن تطلب من الآخرين أن يطبقوا كلامك. يقول القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. في ناس يحكي بس ما يطبق، يصعد على المنصة ويطلق المواعظ يمينا وشمالا ويصير على المنبر أبو ذر الغفاري أو عيسى بن مريم أو أويس القرني، بس لما ينزل من على المنبر هو متهتك، هاي مصيبة هذه. يقول علي بن أبي طالب عليه السلام قصم ظهري اثنان، عالم متهتك وجاهل متنسك. لأن العالم المتهتك الذي لا يطبق ما يقول سينفر الناس من الدين، الناس راح تقول له إذا هذا الكلام اللي أنت تقوله صحيح ليش أنت ما تطبقه؟ أنت طبقه أول شيء. الناس ستجد ازدواجية في كلامه إن لم يطبق ما قاله. ولذلك يقول الشاعر يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء وأنت أولى بالدواء، وتعالج المرضى وأنت سقيم، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، قبل أن تأمر الناس بشيء أن تطبق. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله قالت يا رسول الله إن ولدي يكثر من أكل التمر وأخاف عليه، أخاف يصير معاه مرض، يأكل تمر كثير، هل هو التمر صحي؟ لكن كل شيء يجب أن يكون ضمن الحدود، فكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنسان لازم دائما يبقى ضمن الحدود المنطقية، ضمن حدود الاعتدال في كل شيء، في كل عمل يفعله، وفي كل مأكل يأكله، وفي كل مشرب يشربه، يكون معتدل حتى في الأكل. أكل تمر صحتين على قلبك بس يكون معتدل. جاءت هذه المرأة إلى رسول الله تشتكي إليه، قالت يا رسول الله ابني كل يوم يجي عندك فإذا رأيته انصح، فرآه رسول الله صلى الله عليه وآله فلم يقل له شيء، ورآه بعد فترة فنصحه بالتخفيف من كثرة أكل التمر.
اجت المرأة قالت يا رسول الله ذاك اليوم ابني شافك وشفته وما نصحته، ليش تأخرت؟ لماذا تباطأت في نصيحة ولدي وأخرت النصيحة إلى يوم آخر؟ قال لها أمة الله، إن ذلك اليوم الذي طلبت مني أن أكلم ولدك فيقلع عن أكل التمر أنا كنت قد أكلت التمر. شلون أنا ما أكل تمر وأقول للواحد ما تأكل تمر؟ هذه ازدواجية. فأنا امتنعت عن أكل التمر أياما ثم رأيت ولدك ثم طلبت منه ذلك حتى أكون قد طبقت ما أعظ وما أقول. حتى إذا ابنك قال لي يا سيدنا يا رسول الله أنت تطلب مني أن متى أمان لا أكل التمر وأنت تأكل التمر، ما راح تؤثر الموعظة. إذن حتى تؤثر الكلمة في الناس يؤثر كلامك في الناس، كن أنت أول مطبق لكلامك قبل أن تطلب من الآخرين تطبيقه. نأتي إلى القاعدة الرابعة من قواعد الكلام. إذا تكلمت كن منصفا في كلامك. يقول القرآن الكريم وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. في مثل يقول حب وأحكي وأكره وأحكي. كثير من الناس كلامه مبتني على عواطفه الشخصية، بمعنى أنه إذا أحب شخصا تشوف يتكلم بمدحه ومديحه والثناء عليه، بس إذا كره شخصا يصير يهرج ضده، يصير يحكي ضده، يستغيبه، يتهمه. لا، هذا ما لازم يكون منطق القرآن، هذا ليس منطق إنسان قرآني. لا يجوز أن يتأثر منطقك بعواطفك، افصل العواطف عن الكلام والمنطق، عواطفك خليها إليك، منطقك للناس. فيجب أن تكون منصفا وعادلا في كلامك، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. كان في واحد اسمه جعفر البرمكي. جعفر البرمكي كان رئيس وزراء هارون العباسي، كان هو رئيس الوزراء، وكان من أقرب الناس إلى هارون، أقرب الناس، بل وصل تأثيره وسطوته وقوته إلى درجة أن هارون الخليفة كان لا يصدر قرارا، لا يعزل ولا ينصب إلا بموافقة جعفر البرمكي. شوف شلون سلطة كان عنده، حتى الخليفة ما كان يتجرأ يصدر قرار بدون موافقة جعفر. بل أكثر من هذا كانوا يريدون أن يخطبوا ابنة هارون الرشيد، لمين كانوا يروحوا؟ يروحون لجعفر البرمكي يخطبوها من جعفر. إلى هذه الدرجة حتى ابنة الخليفة ما كان الخليفة قادر على زواجها إلا بموافقة جعفر البرمكي. شوف السطوة والتأثير اللي كان عنده على الخليفة هارون. وكان من أشد الناس حبا له. هارون ما كان يحب أحد بمقدار ما كان يحب جعفر. كان عند جعفر أجمل الناس وأذكى الناس وأعقل الناس. يسألوا من أشطر إنسان؟ يقول جعفر. من أذكى إنسان؟ يقول جعفر. كان عند جعفر البرمكي هو القالب اللي ما إلى نظير أبدا. إلى أن صارت قضايا لا علينا بها، ما هو السبب الذي جعل هارون ينقلب على جعفر البرمكي؟ هناك روايات متعددة لا علينا بها. انقلب ضده إلى درجة لما انقلب ضده وفي لحظة من لحظات الغضب كان عنده خادم، هو خادمة وهو سكرتيرة وهو ساعده الأيمن وهو جلاده في نفس الوقت، جلاد يرسل على مسرور اسمه مسرور، يقول له يا مسرور بالليل الساعة 12 بالليل يرسل عليه
يجي مسرور يقول خيرا يا أمير المؤمنين، يقول اذهب إلى جعفر اضرب عنقه واتني برأسه. يذهب مسرور ما يناقش، يذهب إلى جعفر، جعفر قاعد في المجلس ومع ناس وسهران وكؤوس الخمرة تدار، يدخل عليه مسرور يقول له يلا أعطني عنقك لأضرب عنقك. جعفر يقول له أنت مجنون تضرب عنقي أنا؟ لك أنا رئيس الوزراء، شو عم تحكي؟ قال هكذا أمرني هارون. قال يا مسرور ارجع، لعل الرجل سكران، يمكن سكران هذا، روح شوف تأكد راجعة. فجاء مسرور، بمجرد أن دخل على جعفر قال على هارون، قال أين رأس جعفر؟ قال جئت لأتأكد منك. قال شوف، إذا بعد 5 دقائق ما جبتني، ما جئتني برأس جعفر أطير لك رأسك أنت. روح ذهب، قال أعطني رأسك. يا عمي تأكد. قال اسكت. أخذ رأسه ضرب عنقه وجاء برأسه مقطوعا إلى هارون. من يومتها صار هارون لما يقولوا له منو أبخل إنسان، يقول ما في أبخل من جعفر البرمك. من أقبح إنسان، ما في أقبح من جعفر. صار يرى الرذائل كلها مجتمعة في جعفر. لا يا أخي، كن منصف حتى مع عدوك، حتى مع غريمك، لا تبخس عليه. القرآن يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم، إذا اختلفت مع زيد مع عمرو لا تبخس أشياء، لا تنكر عليه فضائله حتى لو اختلفت. معليش عنده فضائل، أعطيه فضائله، امنح فضائله، ما تنكر عليه الفضائل، كن منصف حتى مع عدوك، كن منصفا. يقول أمير المؤمنين عليه السلام، وصدق أمير المؤمنين في كل ما قال، قال إن الدنيا إذا أقبلت على قوم منحتهم مناقب غيرهم، وإن أعرضت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. شايف الدنيا هذا شأنها، لما واحد يطلع حظه ها ويطلع نجمة، تشوف المناقب كلها تنسب إليه، هذا الكريم، هذا الفلان، هذا الزعيم. شفناه بالقمر، كم مرة شافوا صاروا شايفين شخصيات بالقمر؟ كثير، جمال عبد الناصر وغير جمال عبد الناصر، كل يومين وكأن القمر هو لوحة تعكس صور الناس. يوم اللي خلص البقرة إذا سقطت تكثر عليها السكاكين، تشوف بالعكس يصير ينسبوله للإنسان قضايا ورذائل هو أصلا ما مارسها، لكن لأنه يعني خلص أفل نجمه فهكذا. لا، الإسلام يقول أنت كن منصف حتى مع عدوك، حتى مع، ولا يجرمنكم، يعني لا يمنعكم، ولا يجرمنكم شنآن، يعني عداوة بغضاء، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن هذه القاعدة الرابعة، كن منصفا في قولك. نيجي إلى القاعدة الخامسة، لما تتكلم خلي يكون عندك دليل قوي مستند إلى قول، إلى دليل قوي. يقول القرآن الكريم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. سديد يعني منطقي محكم. أحيانا الإنسان يقول كلام صحيح بس من الناحية المنطقية ركيك، حجته ضعيفة. لا، الإسلام، القرآن يريد منك إذا تكلمت لا أن يكون كلامك صادقا وحقا فحسب، وإنما حتى الدليل المنطقي معك، تستند إلى دليل منطقي، كلام سديد. نحن أبناء الدليل، أينما مال نميل. القرآن الكريم يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. عندك دليل قدمه، لا تتكلم من دون دليل وبرهان،
حتى لو كنت صادقا قدم دليل لتكن كلمتك وحجتك قوية حتى يتقبلها الناس. بعدين هذه القاعدة الخامسة، نجي للقاعدة السادسة، قل كلاما، إذا تكلمت تكلم بكلام غير معقد. في ناس يتكلم كلام معقد، يعني يصير يخلي كلمات كبيرة ضخمة حتى يضخم كلامه، حتى يعطي مثلا انطباع أنه أنا والله فيلسوف، يصير يضخم كلمات. لا، بسط كلماتك حتى الناس يفهموها. حتى القرآن الكريم لما خاطب الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلمات بسيطة يفهمها الكل، يفهمها المتعلم، يفهمها الجاهل، يفهمها الأعرابي في الصحراء، يفهمها الإنسان المثقف. كل إنسان كلمات القرآن بشكل عام يفهمها. وإذا ما فهمنا كلمات القرآن، مو لأن القرآن معقد، أعزائي انتبهوا، القرآن ما في تعقيد، بالعكس القرآن الكريم كلام الله ميسور ومفهوم. المشكلة فينا إحنا ابتعدنا عن لغة العرب ولغة القرآن، وإلا القرآن نزل باللغة العربية. العربي اللي كان معاصر للقرآن كان يفهم القرآن. إحنا اليوم لأنه ابتعدنا عن لغة القرآن وتداخلت لغاتنا المحلية ولهجاتنا، ليش إحنا لما نتكلم عربي بعد؟ وين منا عربي؟ ما في عربي، كلنا نتكلم أولاً لهجة محلية. وما شاء الله الأيام اللي يريد يراوي نفسه هو مثقف حتى في بلادنا العربية يصير يحكي إنجليزي، thank you ولا، ويحكي بونجور وميرسي، بدي أفرجي أنه أنا مثقف. نحن ابتعدنا عن لغة القرآن، عن اللغة العربية، لذلك إحنا المشكلة فينا مو في القرآن. ولقد يسرنا هذا القرآن للناس، الله يسره فالناس يفهموه، المشكلة فينا نحن وليس في القرآن. لذلك إذا تكلم الواحد فينا، النبي صلى الله عليه وآله كلماته كلها كلمات سلسة مفهومة، لا يوجد فيها تعقيد، يفهمها عامة الناس. طيب، يقول هذه القاعدة السادسة، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. الميسور المفهوم، غير معقد، خالي من التعقيد، خالي من اللف والدوران. رأسا روح الكلمات تقولها، ما تظل يعني تظل تلف وتدور، قول كلمتك بحيث الطرف الثاني يفهم ما تريد أن تقول. نجي القاعدة السابعة، إذا قلت كلاما فقل كلاما بليغا مؤثرا، يأثر في النفس. كلام رسول الله صلى الله عليه وآله دائما كان مؤثر في النفوس، كان يستعمل أسلوب مؤثر. يقول القرآن الكريم، أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. القول البليغ يعني القول المؤثر. ما هي البلاغة؟ البلاغة إيراد الكلام بمقتضى الحال، يعني لما تتحدث عن الآخرة تستشهد بآيات من القرآن، بأحاديث من النبي والعترة الطاهرة عن الآخرة، عن القبر، تؤثر في الناس. لذلك الموعظة مؤثرة أعزائي. ليش الموعظة مؤثرة في النفوس؟ لأن الموعظة من شأنها أن تترك أثراً عاطفياً في نفس الإنسان، تتفاعل مع، أنت تخاطب قلب الإنسان في الموعظة ولا تخاطب عقله فقط، لأن الإنسان عقل وعاطفة، عقل وقلب. أنت إذا أردت أن تحرك الإنسان وتحرك مشاعره لا يكفي أن تحرك عقله، بل يجب أن تحرك
عاطفته أيضا. لذلك القرآن يأمر النبي أن يقول كلاما بليغا يعني مؤثرا. إذا أردت أن يتأثر الناس بك بكلامك فاستعمل كلاما مؤثرا. طيب، القاعدة الثامنة، أن إذا قلت فقل كلاما غير جارح، كن مؤدبا في الكلام، لا تستعمل الكلام الجارح، لأن الكلام الجارح مؤذي ويترك ندوبا يصعب إزالتها. جاء قوم من اليهود على دخلوا على رسول الله، قالوا السام عليكم، قال النبي وعليكم. إحدى زوجات الرسول كانت جالسة، غضبت، صارت تشتمهم، وعليكم اللعنة أيها القردة يا إخوة القردة والخنازير. قال لها رسول الله مهلا مهلا، ما في داعي، استعمل كلمات ناعمة. قالت يا رسول الله أما سمعت إلى ما قالوا؟ قال أو ما سمعت إلى ما قلت؟ هم قالوا السام عليكم وأنا قلت وعليكم، ما في داعي لهالكلمات الجارحة البذيئة، ما في داعي. ولذلك الإسلام يحذرنا أن لا ننزل إلى مستوى الحضيض. لما تتكلم خليك أرفع مستواك، ما تنزل إلى مستوى هابط. ولذلك أئمتنا سلام الله عليهم دائما كانوا يستعملون الكلام الناعم، الكلام اللطيف. وقولوا للناس حسنا، استعمل الكلام الحسن حتى يؤثر في الناس، حتى يؤثر في الطرف. يقال أن ملكا، ربما أنتم سامعين هذه القصة، ملك رأى في المنام أن أسنانه تساقطت، قال آتوني بمعبر، جاءوا له بمعبر. المعبر قال إن هذا المنام تعبيره أنه سيموت أقرباؤك جميعا قريبا. فخاف الملك وغضب وأمر بطرد هذا المعبر، قال آتوني بشخص آخر. جاءوا بشخص آخر، فقال هذا المعبر الثاني، قال جلالة الملك نعم ما رأيت، المنام اللي شفته منام جيد. قال وما تفسيره؟ قال تفسيره أنك أطول أقربائك عمرا. بالله عليكم، هو مو نفس الشيء؟ نفس الكلام، أقربائي يموتون قبل، أو هو أطول أقربائه عمرا. لكن لاحظوا، واحد وضعه في قالب مؤذي، قالب مخيف، عبر بأن أقربائه سيموتون قريبا، والثاني وضعه في قالب حسن، قال إنك أطول أقربائك عمرا. وقولوا للناس حسنا، دائما استعمل الكلمة الناعمة الطيبة، مضمون كلامك ليكن مضمونا جيدا. النبي دائما كان يستعمل كلمات لطيفة، أبدا ما تصدر منه كلمة خشنة، أبدا ما يصدر منه كلمة نابية، لا تصدر منه كلمة فحش أبدا. وللأسف هناك بعض الناس ينسب نفسه إلى الإسلام لكن تصدر منه كلمات نابية، سب، شتائم. شوفوا أهل البيت دائما قاموسهم يخلو من الكلمات البذيئة، كلمات الجارحة، استعملون كلمات طيبة. يأتي رجل إلى الإمام محمد الباقر فيشتمه ويشتم أمه ويشتم أهله وينسب إليه الأكاذيب والتهم، ماذا يقول له الإمام زين العابدين؟ يقول له يا هذا إن كنت صادقا فيما قلت غفر الله لي، وإن كنت كاذبا فيما قلت غفر الله لك. هل هناك أدب أجمل من هذا الأدب؟ هل هناك موقف أجمل من هذا الموقف؟ لا يرد السيئة بالسيئة. مر المسيح على قوم يشتمونه، يعيبون عليه، يستهزئون به، وهو يبتسم في وجههم ويقول له ويقول لهم سلاما سلاما. قالوا يا روح الله هم يشتموك وأنت تبتسم وتقول لهم سلاما سلاما. فقال
كل إناء بالذي فيه ينضح وكل ينفق ما عنده. الوسخ ينفق الوسخ، والنظيف ينفق النظيف. الإنسان اللي عنده بضاعة نظيفة يقدم بضاعة نظيفة، والإنسان اللي عنده بضاعة رديئة يقدم بضاعة رديئة. فإذا إنسان صدرت من كلمات نابية بحقك، هذا يكشف عن سقوطه، لا سقوطك أنت، لا سقوطك أنت، هو ساقط. جاءوا إلى شخص زاهد عابد، قالوا له: كنا أمس عند فلان فرحمناك، يقولوا له للعابد الزاهد، فرحمناك من شدة سبه لك، من قد ما سبك احنا رحمناك، رحمنا حالك، تأثرنا. قال: اياه فارحموا ولا ترحموني. ارحموا الا هو يحتاج الرحمة، مو انا. اللي يسبني ويشتمني، اللي يشتب الناس ويسبهم، هو بحاجة الى من يرحمه، للمشتوم. جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ان اللعنة اذا صدرت من انسان بحق إنسان، فإذا كان الملعون، يعني من صدرت اللعنة بحقه، مستحقا لها نزلت عليه، مثل إبليس، إبليس يستحق اللعنة، وإن لم يكن الملعون مستحقا لها ارتدت اللعنة على من؟ على اللاعن. استجير بالله. ولذلك تشوف الإنسان يجب أن يحذر لما يتكلم، سب، شتائم، لعن، يجب أن يلتفت إلى هذه النقاط. طيب، القاعدة التاسعة: اختر أفضل الكلمات وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. هذاك في الأسلوب، وهنا في المضمون. هناك كنا نتكلم عن الأسلوب، هنا نتكلم عن المضمون. مضمون كلماتك خلي يكون مضمون جيد. دائما انتقي أفضل الكلمات. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل، يقول: فلان ما اسمه؟ يقولوا له: فلان اسمه كذا. يقول: فما أحب أسمائه لديه؟ عنده ثلاث أسماء بس هو يحب هذا الاسم، فكان النبي يناديه بأحب أسمائه إليه، يختار الاسم اللي هو يحبه فيناديه به. يعني مثلا واحد اسمه حسين وأيضا يسموه أبو علي، هو يحب ينادوه أبو علي، ما يحب ينادوه حسين، النبي ما ينادي حسين، ينادي أبو علي. أو واحد اسمه عباس بس يحب ينادوه حاج عباس لأنه رايح للحاج، النبي كان ينادي حاج عباس. يناديهم بأحسن أسمائهم، بأحب أسمائهم إليهم. لماذا؟ تحببا إليهم. تشوف الإنسان اللي يحترمك ينال احترامك. هناك من الناس من يفرض احترامه على الآخرين، كيف؟ من خلال سلوكه، من خلال تصرفه، من خلال تعامله مع الناس يفرض احترامه على الآخرين، ينتزع احترامه انتزاعا ولا يفرضه بالقوة. في واحد يفرض عليك أن تحترمه، ليش؟ للطريقة التي يتكلم بها، للطريقة اللي يتعامل بها مع الناس، يستعمل أسلوب ناعم، يختار أفضل الكلمات حتى لا يجرح. النبي أول ما جاء إلى المدينة المنورة، كانت المدينة تسمى ماذا؟ يثرب. النبي غير اسمها. لماذا غير اسمها؟ لأن يثرب كانت ترتبط، هيرتبط هذا الاسم بتاريخ طويل من الحروب، تاريخ طويل من الحروب، حرب بغاث وقعت بين الأوس والخزرج استمرت 100 سنة، 100 سنة. فلما واحد يطلق كلمة يثرب بشكل تلقائي وعفوي يتذكر أيام الصراع والنزاع بين الأوس والخزرج، وحتى يئد ذكريات النزاع بين الناس ماذا صنع؟ غير اسمها، فسماها ماذا؟ المدينة. سماها اسم ثاني ماذا؟ طيبة. سماها طيبة، فهي طيبة وهي المدينة.
وشال اسم يثرب بعد، خلص الناس نسيت هذا الاسم، حتى لا تتذكر من خلال هذه التسمية ما تتذكر المآسي التي وقعت في أيام الجاهلية. نجي إلى القاعدة العاشرة، يقول القرآن الكريم: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. ما هو القول المعروف؟ القول الذي يألفه الناس ولا يثير جدالا بين الناس، أن تقول كلام معروف يعرفه الناس، مو غامض، مو مثار إشكال ولا مثار لغط. نجي للقاعدة الرابعة: إذا تكلمت فكن متواضعا في كلامك ومحترما، تحترم الآخرين. يقول القرآن الكريم: فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كن مؤدب، كن محترم مع والديك. لما تتحدث مع والديك تحدث معهما بصيغة الاحترام. أنا كنت صغير، يمكن كان عمري 9 سنوات أو 10 سنوات، يوم من الأيام كنت طفل فأتحدث مع والدي أخاطبه، فخاطبت والدي سماحة السيد بصيغة المفرد، يعني مثل ما كثير من الناس: شلونك، كيف، بصيغة المفرد. أحد العلماء رحمة الله عليه توفي، كان جالس هناك، استدعاني قال: تعال، وبكل أدب قال: عمو، لما تتكلم مع والدك ما تتكلم بصيغة المفرد، تتكلم بصيغة الجمع مع والدك. ومن يومها تعلمت أن أتكلم مع والدي ووالدتي بصيغة الجمع، لأنك لازم تحترم والديك. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: واجعلني أبرهما الوالديه، واجعلني أبرهما بر الأم الرؤوف وأهابهما هيبة السلطان العسوف. يعني ما يكفي بس تكون بار بوالديك، لازم تكون محترم لوالديك، تهابهما في هيبة، في هيبة. الوالدين لهما هيبة أمام الأولاد، لازم تحفظ الهيبة. لما تتكلم مع والديك أطرق برأسك، لما تمشي مع والديك لا تتقدم عليهما، لما والداك يتكلمان لا تقاطعهما في الكلام، خليهم يكملون. لما تتكلم مع والديك تكلم معهما بصيغة الجمع، تكلم مع والدك كأنه ملك تخاطبه، تكلم مع والدتك وكأنها ملكة تخاطبها، وقل لهما قولا كريما. الاحترام مطلوب منا مع الوالدين ومع كل من هو أكبر منا سنا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقروا كباركم. الكبار يجب أن يوقرون، بماذا؟ بالفعل وفي الأقوال. إذا تخاطبه بشكل مؤدب ومحترم، إذا تعامله تخليه يجلس أمام في مقدمة المجلس، إذا جاء رجل كبير في العمر أو امرأة كبيرة وإنت جالس أعطيهما مكانك، هذا خلق الإسلام. تعامل مع الكبار باحترام. الإنسان اللي أكبر منك ناديه عم. حتى الإمام الحسن والحسين كانوا إذا رأوا أعرابي غريب ما يقولوا له هي ليك، لا، ما في ليك، كانوا يقولون يا عم، يا عم، يضعوه بمنزلة العم. امرأة كبيرة ناديها خالة، عمة، استعمل كلمات الاحترام. طيب، بعدين المسلم دائما يطيب الكلام ويتجنب الكلام الفاحش. كن طيبا عفيفا غير فاحش في كلامك. يقول القرآن الكريم: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. دائما عود لسانك الكلمات الراقية، عود لسانك القول المأثور، الدعاء.
إذا دخلت في مجلس ما في هاي وبونجور ما بعرف شو، قل السلام عليكم، السلام عليكم تحية المؤمن، السلام عليكم تحية الملائكة، قالوا سلام عليكم طبتم فادخلوها سالمين آمنين. إذن دائما عود لغتك وثقافتك اللغة القرآنية التي هي لغة الخير والرحمة ولغة البركة ولغة الاحترام ولغة الأدب الرفيع. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أدبني ربي فأحسن تأديبي، فأحسن تأديبي. لذلك يجب أن نقتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهدي أهل البيت الطيبين الطاهرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أعزائي، بكرة بالليل بعد المحاضرة مباشرة الأخ سماحة الشيخ أسامة العطار هنا سيتلو دعاء التوسل، فأطلب منكم المشاركة والحضور بكرة بالليل الثلاثاء بعد المحاضرة مباشرة. اللي مو مستعجل يشارك في دعاء التوسل إن شاء الله.